السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع موازنات العراق المالية بين المفقودة والعاجزة. مشاهدينا الكرام، سينضم إلينا عبر سكايب الدكتور صباح علا والخبير الاقتصادي، وبإمكان حضراتكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا، يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن ما دخل إلى خزينة الدولة العراقية بعد عام 2003 يضاهي ما دخل إلى خزائن الدولة العراقية الحديثة منذ تأسيسها في عام 1921 ولغاية 2003 بأضعاف. ومع هذا يعد الشعب العراقي اليوم واحدا من أفقر شعوب المنطقة والعالم بنسبة فقر تجاوزت 40% بحسب تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة. وتشير الأرقام الحكومية أن مجموع موازنات العراق المالية بعد 2003 تجاوزت التريليون ونصف التريليون دولار بحسب مقرر اللجنة المالية النيابية السابق أحمد الصفار. وبحسب الصفار فإن هذه الأموال كانت تكفي لبناء دولتين بحجم العراق في صحراء غير قابلة للسكن. فأين ذهبت هذه الأموال؟ ومن الذي استولى عليها؟ وكيف يمكن استعادة أموال العراق المنهوبة؟ ثم لماذا تشهد موازنات العراق عجزا ماليا باستمرار؟ وكيف يمكن معالجة هذه المشكلة؟ وماذا عن موازنتي 2014 و2022 اللتين لم تقرا ولا يعلم أحد ما مصيرهما؟ كل هذه الأسئلة وغيرها ننتظر مشاركاتكم للإجابة عليها ومع ضيفنا الكريم لنصل إلى أجوبة مقنعة للشعب العراقي. مشاهدينا، الآن دعونا نتابع هذا التقرير الإنفوغرافيك الذي يبين بعض الحقائق بشأن موازنات العراق بعد الاحتلال. تابعتم الآن مشاهدينا الكرام إذن بعض الحقائق المتعلقة بموازنات العراق بعد 2003. نرحب الآن بالدكتور صباح علا والخبير الاقتصادي معنا عبر سكايب. حياكم الله دكتور. أهلا ومرحبا بكم. بداية، الآن مع اقتراب المصادقة على موازنة عام 2023، كيف تابعتها بالنسبة للبنود المتعلقة بالنفقات، بالواردات، بالعجز الذي طال هذه الموازنة أيضا؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. حقيقة سنويا
العراق منذ 2003 ولغاية اليوم يدخل في أزمة في مسألة إعداد والتصديق على الموازنة السنوية، وهي ما هي إلا عبارة عن عملية استنساخية للسنة التي قبلها بمجرد تغيير الكلمات وتغيير الأرقام المرصودة والموجودة في الموازنات المالية السابقة. ولكن 2023 حقيقة هذه الموازنة يبدو أن هناك من يعمل على تخطيط بشكل عشوائي وغير واضح المعالم، ولا يستند إلى المهنية في هذا النوع من الموازنات التي محاولة لإقرارها لثلاث سنوات. طيب دكتور، دكتور اسمح لي، هنا جزئية قد يفهم المواطن العراقي أن هذه خطوة إيجابية حسنة من حكومة محمد الشياع السوداني، أنه سيقر ثلاث موازنات وبالتالي ينهي المشاكل الحاصلة للمواطن العراقي سنويا في قضية تأخر إقرار الموازنة أو عدم إقرارها. هنا النقطة الاقتصادية ومن الناحية القانونية كذلك، هل يجوز إقرار ثلاث موازنات بغض النظر عن تغير الأسواق العالمية من ناحية اختلاف سعر البرميل النفط أو غيرها من المتغيرات؟ حقيقة هو هنا يكمن الجوهر، بما أن العراق أصبح بلدا ريعيا يعتمد على الإيرادات النفطية التي تشكل أكثر من 90% حقيقة. هنا تكمن الحالة الخطرة جدا في عملية اعتماد أكثر من سنة لموازنة. لماذا؟ فكيف تكون لثلاث سنوات؟ حاليا قبل أكثر من شهر أسعار النفط كانت بحدود حوالي 90 دولار، ما بين 80 إلى 90 دولار. أما اليوم فبرنت بحدود حوالي 77 أو أقل، بحدود حتى 72، والنفط العراقي حاليا يباع بحدود حوالي 74 دولار للبرميل. لماذا هذا الانخفاض والخسائر المفاجئة التي قدرت للعراق خلال فترة الانخفاض هذه نسبة 4%؟ من إذن هناك خلل في عدم إمكانية التخطيط الحقيقي للموازنة، وإنما العمل على تجاوز الخلافات السياسية في مسألة إعداد الموازنة، ولكن قد تكون على حساب مستقبل العراق ومستقبل شعبه ومستقبل ثرواته الموجودة فيما إذا حصلت انخفاض. وهناك هجمة كبيرة جدا من قبل أوروبا بالدرجة الأساسية والدول المستهلكة للنفط، التي تسعى إلى خفضه إلى أقل من 60 دولار. طيب. إذن كيف سيعمل العراق إذا ما انخفضت الأسعار وفي الموازنة تم اعتماد 70 دولار للبرميل الواحد، متأملين بقاء الأسعار أعلى وأكثر من 70 دولار في العالم، وهذا غير واضح، ونحن في حالة من التوتر الدولي والانخفاض في النمو العالمي والصراع على الثروات والصراع السياسي والعسكري، خصوصا ما يحصل في روسيا وأوكرانيا. طيب. وانعكاسه على مصادر الطاقة. دكتور يعني إذا سمحت لي، الآن الحديث عن 64 تريليون دينار عجز في هذه الموازنة، يقول أحمد الصفار وهو مقرر اللجنة المالية السابق بأن إقرار موازنة بهذا الحجم من العجز هو مخالف لقانون الإدارة المالية، باعتبار أن قانون الإدارة المالية في العراق يسمح بعجز لا يتجاوز 3%، في حين العجز الموجود في هذه الموازنة تجاوز 20%. كيف تمرر هذه القوانين بهذه البساطة، وكيف يتم التجاوز على القوانين الموضوعة من قبل الاقتصاديين وكذلك البنود الموضوعة سواء في الدستور أو غيره، التي تنص على فقرات المفروض لا يتم المساس بها؟ حقيقة العملية السياسية ما زالت تسير،
وفق مبدأ التوافق السياسي والتوافق المصالح ما بين القوى التي تعمل على إدارة الدولة منذ 2003 ولغاية الآن، إذن أصبح القانون خارج أي شكل من أشكال إدارة الدولة، وهذا الذي يحصل. يعني هناك توافقات قد تكون لها أضرار كبيرة جدا على الشعب العراقي، ولكن لمصلحة القوى والكتل السياسية الممثلة في إدارة الدولة. ولذلك نلاحظ أصبحت عملية التوافق مسألة جوهرية، وكأنها قانون يعمل عليه من يدير الدولة كأحزاب وتتخطى القوانين الموضوعة من قبلهم. بالتأكيد، وتخطوا حتى الدستور. يعني هناك سلوكيات للقوى السياسية تتنافى بشكل خطير جداً، ولا توجد مثل هكذا أعراف حتى في دول أخرى. نعم. طيب دكتور، أرجو من حضرتك أن تبقى معي. كما علمت جنابك أن هذا البرنامج نستقبل من خلاله أيضا آراء المواطنين العراقيين للمشاركة معنا في هذه الحلقة. معنا السيد محمد من ألمانيا. السيد أحمد من ألمانيا، تفضل يا أحمد. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. إخوتي الكرام، الله يبارك فيك. إخوتي الكرام، ليس من المستغرب أن تسن هذه الحكومة ميزانية 3 سنوات متواصلة، وذلك لكي توفر للقادة الإطار التنسيقي ولقادة الأحزاب السياسية ولمن مشترك في العملية السياسية سرقة أكبر لخشيتهم من رفع الغطاء الدولي عن الراعي عنهم إيران، وانفلات السبحة مثل ما يقولون، وبذلك يفقدون الأمل في السرقة أكثر. أخي، أي موازنة هذه؟ ماذا قدمت الموازنات من 20 سنة ولحد الآن للمواطن العراقي؟ المواطن العراقي يريد أن يسافر خارج البلد، لديه حصة من الدولار من مطار بغداد، ينتظر 3 أيام وما يسافر، تروح طيارة مالته وما يسافر. أخي الكريم، آخر زمن أن يلتقي السيد القاضي، لا أريد أن أتكلم أكثر لربما يسبب لكم إحراج، مع مثنى السامرائي وأبو مازن لمناقشة الفساد. حقيقة هم التقوا لإيجاد طرق جديدة ومتطورة لسرقة الموازنة. ماذا استفادينا من موازنات تعد منذ 20 سنة ولحد الآن؟ ماذا قدم للمواطن العراقي؟ أي مدارس تدرس بها الأبناء؟ أي مدارس تعالج بها الأمهات؟ أي حقوق للمتقاعدين؟ نعم. برأيك سيد أحمد باختصار أنه الأموال التي سرقت وفقدت من كل الموازنات التي تلت عام 2003، لماذا لم نجد شخصا يحاسب رئيس الحكومة الذي سبقه، يحاسب الجهات التي قامت بهدر المال، يحاول استعادة الأموال التي تم هدرها وتم سرقتها أو تهريبها إلى خارج العراق؟ أخي، أولا تعبير أنه أموال سرقت هذا غير صحيح. قل الغنائم التي اقتسمتها الأحزاب السياسية وقادة الكتل. الأموال معلومة لدى من؟ نور المالكي جاء من سوريا بثوب لا يستر عورته، من أين له مليارات الدولارات؟ كذلك الحال مع الحلبوسي، وكذلك الحال مع الصدر، ومع فلان ومع فلان. فتعبير الأموال المسروقة هذا غير صحيح. طيب، أنا أشكرك. لماذا لا يحقق الرئيس الوزراء الجديد بما قدمه رئيس الوزراء القديم؟ فلأنهم في الهوى سوا يا أخي. شكرا سيد أحمد من ألمانيا، أشكر حضرتك للمشاركة. دكتور صباح، أعود إليك مرة أخرى. يعني مواطن عراقي يتساءل، ما الذي حصلنا عليه أو لمسناه من هذه الموازنات التي تقر، سواء كانت قد أقرت بشكل قانوني منظم أو بشكل عشوائي، ما الذي يجنيه المواطن العراقي من كل هذه الأموال؟ حقيقة الإيرادات الكبيرة التي تعتبر خيالية دخلت العراق بعد 2003 نتيجة لارتفاع أسعار النفط خاصة، لم يتم استثمارها بشكل حقيقي. يعني عندما 2004، موازنة 2004 كانت النسبة التشغيلية
النسبة التشغيلية والنفقات في الموازنة لا تتجاوز 55 إلى 65%. لاحظ اليوم احنا بال 2023 يعني بعد مرور 20 عاما ارتفعت نسبة النفقات التشغيلية إلى 75% في الموازنة 2023. صحيح. بمعنى أن 25% المتبقية هي للاستثمار، ولكن هذا الاستثمار منه 6% خدمة الدين العام. 29% من 6% تعويضات لتلبية متطلبات التعيين الجديدة للموظفين. علما الترهل الوظيفي أكل من النفقات للموازنة التشغيلية بشكل كبير جدا، ولا تستطيع الحكومة التراجع عنه، وهو عبارة عن بطالة مقنعة. وصل عدد موظفين الدولة ما يقارب 5 مليون أو الأكثر. ونحن مستمرين في عمليات التعيين، ولكن مقارنة بالإنتاج لا يوجد أي شكل من أشكال الإنتاج واضح المعالم كإيرادات تضاف إلى أو تعظم الإيرادات النفطية. التي قدرت بحدود حوالي 15 تريليون، قدروها 15 تريليون في الموازنة. من أين؟ من الضرائب. وهناك تعديل في الموازنة اطلعت عليه 2023 المطلوب المصادقة عليها من قبل مجلس النواب. هناك ضرائب جديدة ستضاف تؤدي إلى ارتفاع مستوى الأسعار المواد التي يعتمد عليها الشعب العراقي في غذائه وأكله ومشربه وأدواته وأجهزته وغير ذلك المستوردة من الخارج. إذن هناك برنامج حقيقي غير واضح للموازنة التي رصدت بحدود حوالي 198 تريليون دينار عراقي. طيب. بسعر صرف 1300 كما أكد عليها السيد السوداني. سؤال دكتور، من ضمن الفقرات التي تحدث عنها السوداني ومن ضمن الأموال التي سترسل إلى جهات معينة في العراق، كان هناك مبلغ 5 مليار دينار عراقي ستعطى إلى الوقف السني من أجل المصالحة المجتمعية. يعني 5 مليارات دينار عراقي تذهب إلى جهة من أجل المصالحة المجتمعية، في حين العراق بلا مدارس، بلا مستشفيات، بلا طرق معبدة. ما هذه الأوجه في إنفاق المال العام؟ حقيقة هو ما هو إلا عملية تقاسم لعمليات لها واجهات وطنية وأهداف، ولكنها تذهب إلى جيوب الفاسدين لا شك في ذلك. لأن المصالحة لا تأتي من خلال عمليات رصد لأموال ووضع برامج معينة، وإنما المصالحة الوطنية تأتي من خلال القوانين وتطبيقها لصالح الفرد العراقي. اللي يعني ما زال بعد 20 عاما يسعون للمصالحة الوطنية، وكأننا ما زلنا في حرب ما بين القوى السياسية أو القوى المكوناتية للشعب العراقي، كي يجب أن يضعون له أو يرصدون له أموالا لذلك. ولماذا تكون باسم الوقف السني وباسم الوقف الشيعي وباسم الوقف المسيحي وغيرها؟ وهذا تأكيد على مبدأ تعميق الطائفية وتعميق لطبيعة إثارة النعرات بين فترة وأخرى حتى في الموازنة، وهذا لا يصلح في عملية إصلاح ما تم إفساده منذ 2003 ولغاية الآن. أرجو من جنابك أن تبقى معي دكتور صباح، سأعود لحضرتك بعد قليل. معنا الآن السيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر، حياك الله. حياك الله أستاذ محمد المحترم، وحيا الله ضيفك الدكتور صباح الله، وأستاذ المشاهدين الكرام.
حياك الله، تفضل يا ابو عمر. حياك الله استاذ محمد. بالنسبه للموازنه اللي هذه الانفجاريه اللي نقدر نقولها يعني خمس دول عظمى تبنيها من اساسها، يعني دول عظمى كبيره مثل مصر والسودان والهند واليمن، يعني دول عظمى تبنيها اذا اقرت الموازنه واندفعت، يعني للاسف انه هاي الموازنه بتروح لجيوب الفاسدين وجيوب احزاب السلطه اللي هم مسيطرين عليها كافه المحافظات بغداد، يعني كل مداراتها وكل قياداتها وكل الناس اللي هم نفسهم احزاب السلطه اللي هم يدعون تاج راسهم، وهذا الحج لانه خط احمر، فهاي كلها تروح لهم جيوب الفاسدين والمدراء العامين والمسؤولين اللي هم يقرون انه يعني الصرفيات والنفريات وكل هاي تروح لهم. اما المواطن العراقي ما يوصل انه الى اي شيء، ما يستلم من عندهم اي شيء، لا شاف بنى تحتيه ولا شاف انه اعاده المدارس، لا شاف انه بناء مستشفيات، كل هاي الامور اللي من 2003 لحد الان المواطن كمواطنين ما شفنا اي شيء جديد عندنا، وما شفنا اي تطور لا بالخدمات لا بالشوارع. لحد الان الشعب العراقي قاعد يعاني، يعني عندنا كثير من ناس طلبه وناس خريجين وناس باجور يوميه اللي هم ما قاعدين يستلمون رواتب، وهاي الطلبه اللي عندنا تخرجت اللي من كليات اهليه لحد الان يطالبون تعيينات، لحد الان اللي هم واقفين ومن قوات الشغف قاعدين يتحلون بهم قاعدين يضربوهم، والحكومة اللي هاي اللي ما تقر الموازنة وما تقر الرواتب لهم وتخطيطها، والناس اللي عندهم رواتبهم التقاعدية 300 ألف أو 400 ألف والنائب والمدير العام اللي هو يخدم الدولة يطلع بتقاعدة 12 مليون والمدير العام يطلع عرض من ملايين، هذا مو انصاف، هاي مو عدالة للمواطن العراقي. طيب. المواطن اللي خدم أكثر من خدمة 25 سنة يستلم تقاعد 300-400 ألف دينار، هاي ماكو عندنا معادلة هيك بالعالم. طيب. سيد أبو عمر أنا أشكر حضرتك، نعم أكتفي وياك بهذا القدر، أعود إلى الدكتور صباح مرة ثانية. يعني سيد أبو عمر تطرق إلى جزئية حضرتك ذكرتها قبل قليل أو ذكرت جزءا منها، وهو قضية التوظيف. العراق معروف أنه مصنف من أكثر البلدان التي تحتوي على موظفين حكوميين، وكما تفضلت لديه ترهل كبير في دوائر الدولة بسبب الفائض، والآن جاء السوداني فاقم من هذه المشكلة بتعيين أو توظيف أكثر من مليون فرد إضافي في دوائر الدولة. طيب السؤال هنا، عندما يتم رصد أكثر من 75% موازنة تشغيلية لدفع رواتب سواء للموظفين أو لأعضاء الحكومة، 25% المتبقية هل كافية لتحقيق نهضة اقتصادية وعمرانية في العراق؟ حقيقة 25% لا تكفي، ولو رجعنا للموازنات السابقة يعني منذ 2006 ولغاية 2020 حقيقة أن كل الموازنات كانت تحتوي على نسبة تتراوح بين 25 إلى 29 إلى 30% استثمارية، ولكن هذا الاستثمار فرز لنا 2019 أكثر من 20,000 مشروع في متعاقد عليه ورصدت له أموال، ولكن أين هو على الواقع؟ هذا هنا تكمن الكارثة. يعني هذه لو فرضنا ارتفعت نسبة الاستثمار إلى 50% من الموازنة، أين هو؟ أين الواقع اللي موجود سواء على مستوى الخدمات البلدية، السكن، الصحة، وغيرها من المشاريع البنية التحتية التي ما زال لغاية الآن يعاني منها المواطن وباتجاه نحو الأسوأ؟ يعني قبل يومين الأمطار في بغداد أدت إلى فيضانات ودخول الأمطار إلى داخل مساكن الناس. ما زال يعاني الإنسان العراقي من سوء الخدمات بكل أشكالها. إذن يعني العراق حاليا كأنه في واقع مأساوي في أي وقت يمكن أن ينهار، وخاصة بعد اعتماد الموازنة إذا حصلت لـ70 دولار للبرميل
نلاحظ من المحتمل أن نهاية 23 يكون النفط بأقل من 50 دولار، وهنا تكمن الكارثة بانخفاض الإيرادات أينها لا تكفي حتى للنفقات وليس للاستثمار. ولذلك نلاحظ وجود العجز الذي يقدر بحوالي 49 أو تقريبا 50 مليار دولار. في الموازنة من أعد الموازنة يقول يتم تسديد العجز من خلال السندات والقروض الداخلية والخارجية، يعني مزيد من الديون. بالتأكيد مزيد من الديون، وتقدر ديون العراق السيادية الحالية الخارجية بحدود 109 مليار دولار، والداخلية 70 تريليون دينار عراقي، أي بحدود حوالي تقريباً 55 مليار دولار. بمجموعهن تقريباً 164 مليار دولار الديون على العراق، رغم الارتفاع في أسعار النفط وعدم وجود تعضيد كما يقال بالموازنة، تعضيد الإيرادات النفطية من خلال مشاريع استثمارية. وهذا ما حدث في موازنة عام 2020 في فترة الكاظمي بالأزمة التي حصلت بانخفاض أسعار النفط لما دون الصفر، كان هناك بعد ذلك ارتفاع في أسعار النفط وأقر في الموازنة على سعر 45 دولار لكل برميل. وهنا عندما تجاوز سعر النفط قال خبراء اقتصاديون بأن كل دولار يزيد فوق السعر المقرر في الموازنة يكفي لتخفيض ديون العراق بما يعادل أكثر من مليار دولار أعتقد، أو رقم من هذا القبيل. القصد هو أنه لماذا لم يتم استثمار هذا الفائض الذي حصل في السنتين الماضيتين أو ثلاث سنوات من أجل تخفيف ديون العراق؟ حقيقة هذا هو جوهر الأساس لعمليات الفساد وسرقة المال العام. يعني إبقاء الديون يعطي الإمكانية لسرقة ما يتم تخصيصه للوزارات أو للمؤسسات أو لعمليات الاستثمار أو غيرها. هذا 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 هو الذي يكمن. ولذلك نلاحظ الغريب أنه بالموازنة يتم عملية إقرار أنه سيتم عملية تعويض العجز من خلال ضرائب، زيادة في الضرائب ستكون قادمة، قوانين جديدة في عمليات الضرائب التي تعطي زيادة بنسبة حوالي 6 إلى 7% من الإيرادات غير النفطية. هذا وهذا سيكون على كاهل من؟ على كاهل المواطن، في والعراق يستورد كل شيء. صحيح. يعني هنا لا يوجد عملية إنتاج حقيقي في الجانب الزراعي والصناعي الذي يعمل على سد الحاجة اليومية للمواطن. بإضافة إلى أن المرتبات خصوصا أصحاب الدخول البسيطة من المتقاعدين وغيرهم والموظفين لاحظ لا تكفي مستقبلا أن يعيش بها لفترة لا تزيد عن أسبوعين في الشهر، وهنا ستكمن حالة من حالات الاعتراض والاحتجاج للشارع. وأتوقع نهاية 2023 في شهر 10 القادم ذكرى الانتفاضة الشعبية في 25 اللاحظ سيؤدي ذلك إلى احتجاجات وتظاهرات عميقة جدا تعم كل مدن العراق في اعتقاد. أعود لحضرتك بعد قليل دكتور صباح إذا سمحت لي. ويانا السيد أبو علي من لندن، تفضل يا أبو علي حياك الله. الله يحييكم، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني بالنسبة للموازنة مو غريبة يعني على الجماعة، وهي كل سنة جايبوقون وينهبون وما تعرف الموازنة وينها الآن الميليشيات خصصوا موازنة كل سنة مليار ونص إلى حزب الله، الدعم من الشعب العراقي. يعني يا شعب العراقي مليار ونص دولار سنويا جاي تروح فلوسكم إلى حزب الله في لبنان، فهاي مو غريبة يعني احنا ليش نستغرب دولار؟ مو احنا دولار صارنا 20 سنة جاي زين غريبة. هو الفكرة الحديث في هذه النقاط سيد أبو علي
حتى نوضح للعالم من خلال الخبراء الاقتصاديين مثل الدكتور صباح وغيره من الأشخاص الذين يفهمون بتفاصيل القضايا الاقتصادية ويتعاملون أو يقرؤون ما خلف السطور المتعلقة بقضية إقرار موازنات، يعتقد البعض أنها شيء إيجابي عندما تقر الحكومة ثلاث موازنات لأعوام متتالية، أنه هذا الشيء إيجابي حتى يخلصنا من المشاكل بالانتظار ويمشي شؤون الحياة الداخلية في العراق. لكن عندما نفهم تفاصيل هذه القضية نتأكد أنها قضية غير قانونية أن تقر موازنة ثلاث سنوات دون الاكتراث للمتغيرات الدولية اللي ممكن تحصل من تغير أسعار النفط وغيرها، وأنها فيها كثير من العيوب، فيها كثير من السلبيات اللي يجب على المواطن أن يطلع عليها ويفهمها. القضية مو أقرينا موازنة تعالوا فرحنا، لا، القضية بها تفاصيل عندما نسلط الضوء عليها تتضح عيوبها، تتضح عيوب هذه الموازنات. أحسنت، هم يقررون موازنة ثلاث سنوات لقدام، هو شو معرفهم النفط باكر القد راح يصير؟ نعم. هم شو معرفهم مثلا الوضع شنو مثلا باكر راح يصير حرب عالمية أو كذا؟ ما أعرف دول شلون جاي يشتغلون؟ أخي احنا قلناها دول مو دولة، مو رجال، رجال دولة أخي، دول حكومة حسينيات عمي. طيب. حكومة ميليشيات. أستاذ سيد أبو علي أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا. معنا السيد أبو علي من الديوانية هذه المرة، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام. والله حبيبي ما ينفلح في الموازنة، إذا موازنة العراق موازنة أمريكا أما إحنا بالجنوب قاطعنا الزيور. نعم. نوابنا يقولون راح نسوي الجنوب مثل أربيل، والله يا نواب، يا نواب الجنوب كذابة، والله ما أسم صدق، لا دنيا ولا آخرة، الله يوفق، الله لا يوفقكم صدق، الله لا يوفقكم، والله لو ميزانية أمريكا عدتهم حتم بالجنوب تتأسفون تخذلكم دينار، المحافظ ابن عمكم، مدير الناحية ابن عمكم، وكل حاطة قال عدتهم يسلبون، قالوا هنا بالديوانية يسلبون، نعم السلام، ما عندنا فايدة لو لو ما جانت العراق ما جانت العالم ما نحصل معدتي. أنا حصل حبات وجع راس في المستشفيات. ولا نحصل ماي. ولا خاف الضرائب تتعلم علينا. نعم. سيد أبو علي أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة. أعود للدكتور صباح مرة ثانية. دكتور صباح، الحسابات الختامية للموازنات، حتى نوضح هذه النقطة للمشاهد الكريم. الحسابات الختامية هي كشف المصروفات الحكومية التي تمت بالورقة والقلم، بالمستندات، بالوصولات. معظم 90% من الموازنات أو أكثر من 90% من الموازنات بعد عام 2003 لم تحصل أو لم تحظى على حسابات ختامية. يعني بالمختصر العراقي إذا يريد يسأل فلوسه وين راحت نهاية السنة لا يعلم مصير الأموال التي صرفت أو قيل إنها صرفت. هذه الحسابات لماذا تم العبور عليها والمرور عليها مرور الكرام رغم أنها في غاية الأهمية تبين أين ذهبت هذه الأموال؟ نعم، هي ليس فقط عملية أن نعرف أين صرفت، وإنما مراجعة الحسابات الختامية لكل وزارة، لكل مؤسسة تابعة للدولة لها تخصيصات في الموازنة. لاحظ من المفترض أن عمليات الصرف تتضح بأرقام دقيقة جدا وتقدم لدراستها قبل إعداد موازنة السنة التي بعدها، يعني كي نستفيد أين الإخفاقات. أنا رصدت للتعليم مليار ونص دولار خلال سنة 2020، إذن في 2021 أنا أشوف وين الخلل، هل هناك نقص أم هناك فائض في الأموال؟ نعم. وهناك فائض فعلي في بعض الوزارات لا تستخدم المال المخصص لها من الموازنة بنسبة لا تقل عن 60 أو 70%. نعم. وهذه من المفترض عائدات تعود إلى وزارة المالية وتتم عمليات إضافتها إلى الموازنة الجديدة والعمل على تخصيصها. نعم. في مجالات أخرى كالاستثمار والبنية التحتية وغير ذلك. يعني هنا المراجعة ليس فقط أن أعرف أنا كم أنفقت
وأعطني فواتير بهذا الجانب، لا، وإنما يجب أنت أن تبني دائما موازنتك على الموازنة السابقة وتكون بتخطيط ودراية حقيقية تعطيك الإمكانية في عملية تنظيم وتوزيع المشاريع. حسابات الختامية دكتور تعكس شفافية السلطة، شفافية الحكومة. بالضبط، هذا جانب جوهري وأساسي. انعدام الشفافية في تطبيق القوانين ومنها دراسة الختاميات يدلل على أن هناك فساد مالي وإداري. طيب نأتي إلى نقطة في غاية الأهمية يسأل اليوم القاصي والداني عنها، ما الذي حل بموازنتي 2014 و2022، موازنتان لم تقرا، هل يوجد في العالم هذا الشيء؟ بالمناسبة الدستور يؤكد عدم إقرار أي موازنة سنوية يتم الاعتماد بنسبة 1:12 من التخصيصات السابقة للسنة السابقة. بمعنى؟ لا، بمعنى لو كانت 2014 الموازنة التي قدمت ولم يتم اعتمادها والمصادقة عليها، وقتها كانت تتراوح بين 130 إلى 140 مليار دولار، لأنه كانت بصراحة 2013 ارتفاع كبير جدا في أسعار النفط، قدرت بحدود حوالي من 100 إلى 125 للبرميل. وقتها فهناك إيرادات كانت عالية جدا، ولذلك نلاحظ تصرفت بها الحكومة دون أي شكل من أشكال القوانين التي يجب أن تراعيها في عمليات الصرف. ولذلك نلاحظ لم يشهد 2014 أي شكل من أشكال الاستثمار في أي جانب. وكذلك أيضا في 2022 الصراع السياسي ما بعد الانتخابات أدى إلى هذا الجانب. بصراحة لم يعطي أي شكل من أشكال الإمكانية لإيجاد موازنة، وحتى لو كانت موجودة فستكون ما هي إلا عبارة عن استنساخ للموازنة التي سبقتها دون أي مراجعة إيجابية لعمليات التخصيص الحقيقية، سواء حتى في الجانب التشغيلي وكذلك أيضا في جانب الاستثمار. ولذلك العراق يعاني من انخفاض كبير جدا في عمليات الإنجاز للمشاريع، حتى المشاريع التي أنفقت وخصصت لها ما زالت تتعثر، والواقع الحالي نلاحظه من خلال عمليات المتابعة الضعيفة للدولة لتلك المشاريع، وبعض المشاريع خصصت ولكن لا توجد على الواقع. طيب دكتور، طبعا في عام 2014 أثناء حكومة العبادي عندما تسنم السلطة ذكر وقال بأنه استلمت خزينة خاوية، وتشير التقارير أن الخزينة الفعلية التي تسلمها العبادي لا تتجاوز قيمة ما فيها من العملة أكثر من 700 مليون دولار فقط. المالكي سلم العبادي خزينة فارغة، هنا السؤال المتعلق باسترداد الأموال وطريقة استرداد الأموال، وهل هناك قدرة على تنفيذ هذه السياسة في إعادة الأموال العراقية التي اندمجت الآن في اقتصادات دول أخرى؟ حقيقة بالإمكان، يعني أولاً حركة المال بالعالم كله أصبحت حالياً مرصودة، وبالإمكان أيضاً متابعة التحويلات التي خرجت من العراق والتي هي عبارة عن إيرادات نفطية والتي تصب في البنك الفيدرالي الأمريكي، على علم ودراية كاملة بحركة هذه الأموال، وبالإمكان لن نقل استعادتها 100% ولكن بنسبة كبيرة جدا يمكن استعادتها إذا ما شكلت لجان حقيقية صادقة في عملها وتنفيذها تتمكن من عملية الاستعادة. وهذا ما طرحه السيد أحمد الشلبي الله يرحمه في وقته، قدم ملف لطبيعة الفساد وعمليات تهريب العملة، ولكن توفى قبل عمليات التنفيذ. وما زال بالمناسبة أن المنهاج الحكومي للسيد السوداني أولى الأهداف الأساسية لتحقيق
البرنامج الحكومي هو مكافحة الفساد المالي والإداري ومعالجة ظاهرة البطالة وخلق فرص العمل للشباب، دعم الفئات الفقيرة والهشة ومحدودي الدخل من المواطنين، إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية وخاصة القطاع الزراعة والصناعة والقطاع المصرفي، وكذلك دعم القطاع الخاص، العمل بشكل عامل عاجل على تحسين وتطوير الخدمات التي تمس حياة المواطنين. هذا الكلام نظريا، لكن عمليا عندما نأتي لننظر إلى قضية مثل قضية سرقة القرن أو هذه التسمية، السارق تم التفاوض معه على أساس أنه يعيد الأموال وتم إطلاق سراحه ولم يعد إلا جزء بسيط من هذه الأموال مثل هيثم الجبوري كذلك، وانتهت هذه القضية. إذا كانت هذه السياسة التي ستعتمد في قضية استرداد الأموال، هل يمكن التعويل على حكومة السوداني في استعادة المليارات الحقيقية؟ لا يمكن، حقيقة لا يمكن، لأن مفاصل الدولة الفساد فيها كبير جدا. نعم. ولذلك لا يستطيع الاعتماد على جهة حقيقية حتى لو كان السوداني صادقا في محاربة الفساد، ولكن من الذي يعمل على مساعدته في هذا الجانب؟ نعم. علما بأن أولى عوامل محاربة الفساد هو بناء منظومة الحوكمة الإلكترونية في كل مؤسسات الدولة. صحيح. هذا بحد ذاته سيحد من عملية الفساد المالي والإداري. نعم. ولكن بطيئة العمل في التنفيذ، وهذا منذ 2009 ولغاية الآن لم يتم الوصول إليه بشكل صحيح، بينما تجارب شعوب ودول أخرى كسنغافورة، هولندا ودول كثيرة. صحيح. بالعالم درجة الشفافية بها عالية، الاعتمادها على الحوكمة الإلكترونية. طيب. الجميع يعلم، وحضرتك أيضا دكتور، أن العراق يعتمد على ما لا يقل عن 95% من نفقاته على النفط، لكن هناك موارد أخرى يمتلكها العراق الآن، وهي على سبيل المثال منها المنافذ الحدودية. تقول الحكومة بأن ما يأتي للعراق أو ما يدخل إلى العراق من أموال عن طريق المنافذ الحدودية يقدر بنحو 10 مليارات دولار سنويا بالمتوسط. هذه الأموال عندما نرى ونقارن هذه الأموال بحجم ميزانيات دول محيطة بنا، على سبيل المثال الأردن، نجد بأن هذه الأموال قريبة من ميزانية سنوية لدولة مثل الأردن. لماذا لا يتم السيطرة على هذه المنافذ من أجل تغذية الخزينة ويعني تنقيص أو دعنا نقول بشكل آخر تحويل الاعتماد بشكل جزئي على منفذ آخر من منافذ الواردات المالية بخلاف النفط؟ نلاحظ في الموازنة 2023 العجز اللي موجود قدر بحدود حوالي 63 إلى 64 تريليون دينار عراقي، لكن في نفس الفقرة أنه سيتم بهذا المعنى سيتم تغطية العجز، أولا زيادة أسعار النفط، يعني يتأملون تصور الذين خططوا للموازنة باعتماد 70 دولار للبرميل. نعم. يؤكدون أن عملية سد العجز من خلال زيادة أسعار النفط. اثنين، الاقتراض الداخلي والخارجي، إصدار سندات وطنية للجمهور. نعم. إضافة إلى سندات وحوالات خزينة المصارف الحكومية دون ذكر أي شكل من أشكال الإيرادات الثابتة. نعم. كالجمارك والضرائب. صحيح. وكل أملاك الدولة، الإيجارات. نعم. وغير ذلك، الأراضي التابعة للدولة والتي يتم عمليات المساطحة مع أشخاص باستثمارها. صحيح. كثيرا من الموارد بالإمكان لو كان هناك تخطيط سليم وصحيح يتم عملية زيادة وتعضيد الإيرادات النفطية. مزاد بيع العملة كذلك دكتور، مزاد بيع العملة. نعم. في اليوم الواحد 250 مليون دولار يدخل إلى خزينة البنك المركزي. نعم. يعني هذه الأموال تعادل تقريبا ثلثي الميزانية. بالتأكيد. لاحظ جانب أيضا مهم جدا. نعم. وهو عدم وجود أي شكل من أشكال تطوير الإنتاج حتى يأتينا بإيرادات، يعني في الصناعة في الزراعة
وصل لمرحلة العراق يستورد المواد التي كان ينتجها ويصدرها. صحيح. ومنها التمور. صحيح. التمور حاليا بالعراق بالسوق العراقي. نعم. من مختلف أنحاء العالم، علما بأن العراق كان أول بلد بالعالم في إنتاج. نعم. التمور. نعم. نعم. ولم يتم تطوير ذلك، إضافة إلى الصناعات الخفيفة الموجودة لم يتم اعتمادها، تقدر بحدود أكثر من 20,000 مصنع ومعمل منتشر. نعم. بالعراق تم عملية إهماله وعدم تطويره، وهذا سيؤدي ذلك إلى انتكاسات قادمة في حالة انخفاض الإيرادات النفطية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور صباح علاوي الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر سكايب في حلقة منبر الرافدين لهذا الأسبوع. حياكم الله. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج منبر الرافدين. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وشكرا لكل من شاركنا في هذه الحلقة من المتصلين. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.